خلاصة الثلاث سنين اللي فاتوا هو نفسه اللي طلعت بيه من الفيلم، انه احنا مهما عملنا ومهما كان عندنا من حسن فتحي ولو حتى لو نبي، ومهما عملنا من ثورات وشلنا انظمه ولا كده، ان ما كانش المجتمع اللي بدا حضرتك كنت في الفيلم الحقيقه وانت مرتبط فيه، ما كانش المجتمع يتحول من مجموعه افراد الى مؤسسه المجتمع، الى مجموعه مؤسسات فاعله وقادره على الانتاج، سواء كان انتاج ابداعي او فني او تجاري او ماركتنج او ده يعني. بس الناس الحقيقه مش صحيح انه في انفصال، بالعكس في توافق جدا، في تضاد مش انفصال، في تضاد ما بين السلطات وما بين الشعب ومصالحه الباقيه، ان الشعب نفسه يبقى عارف انه يقسم مصالحه، يدرك مصالحه ويلحزم نفسه، مش عايزه الناس حتى الحزم حسن فتحي، عايزه الناس تلحزم نفسها، يعني حسن فتحي بيقدم حاجه لمصلحه الانسان، لا انسانيه الانسان، يعني استعاده الانسان الى انسانيته المسحوقه من اصحاب راس المال او اصحاب السلطه. المجتمع محتاج يمكسس نفسه، ينظم صفوفه، يتجمع علشان يعرف. شكرا جزيلا.